بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. في هذا التقديم سوف أتطرق إلى بعض الأنشطة التجريبية الخاصة بمحور الميكانيك للمستوى جدا مشترك علمي وجدا مشترك تكنولوجي، وسوف أعرض هذه الأنشطة على شكل محاكاة لسيميلاسيون مع تحليلها سيميلاسيون افيك اناليز. إذن سنبدأ بإذن الله بمحور التجاذب الكوني، لأن بالنسبة لمقرر جدا مشترك علمي في الفيزياء، فأول محور هو التأثيرات البينية، وكدرس أول حول التجاذب الكوني لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. إذن كما قلت، أول محور بالنسبة لمقرر الفيزياء للجدول المشترك علوم حول التجاذب الكوني. إذن ماذا نقصد بقانون التجاذب الكوني أو مبدأ التجاذب الكوني؟ إذن هنا على الصورة محاكاة، أهداف هذه المحاكاة هي ملاحظة قوة التجاذب الأرضي المطبقة على شيء ما في مجالها، وكذا تعرف منحى واتجاه وشدة قوة التجاذب الكوني، يعني مميزات قوة التجاذب الكوني. طيب، إذا كما تلاحظون في هذه الصورة هناك كوكبين، كوكب طبيعي مستقر مركزه جي، وقمر كوكب طبيعي مستقر وقمر اصطناعي، قمر اصطناعي يدور حول هذا الكوكب الطبيعي. إذن السؤال المطروح هنا، من المسؤول عن حركة هذا القمر الاصطناعي حول هذا الكوكب؟ إذن في درس التجاذب الكوني قلنا بأن كل كوكب يطبق قوة على كوكب آخر، وكما تلاحظون هنا قوة عن بعد، فورس ا ديستانس، لأن لا يوجد هناك تماس بين الكواكب. إذن فالقوى المطبقة بين كوكب وكوكب آخر صنفناها في قوى عن بعد. طيب، إذن كل كوكب يطبق قوة على كوكب آخر بسبب كتلهما، وهذه القوى المتبادلة بين الكواكب هي المسؤولة إما عن حركة الكواكب وإما عن بقائها في مدارها. فمثلا الكوكب الطبيعي المستقر نرمز له ب A، الكوكب A، والقمر الاصطناعي نرمز له ب B. فالقوة F A على B هي القوة التي يطبقها هذا الكوكب الطبيعي على القمر الاصطناعي، F A على B، والقوة F B على A هي قوة التجاذب الكوني التي يطبقها القمر الاصطناعي على الكوكب. الهدف الثاني، ما هي مميزات هاتين القوتين المتبادلتين F A على B و F B على A؟ إذن بالنسبة لكل موضع أو كل نقطة من هذا المسار الدائري، فللقوتين F A على B و F B على A نفس خط التأثير، منحيان متعاكسان ونفس الشدة، إذ أن الشدة شدة القوة F A على B تساوي شدة القوة F B على A تساوي G شدة التجاذب الكوني أو ثابتة جافنديش، لها قيمة ثابتة لا تتغير 6.64 في 10 أس ناقص 11 مضروبة في جداء الكتلتين أي كتلة الكوكبين مقسومة على المسافة بين مركز الكوكبين أس 2. أعيد، إف أ على بي يساوي إف بي على أ يساوي جرون جي ثابتة التجاذب الكوني مضروبة في جداء الكتلتين قسمة المسافة بين مركزي الكوكبين أس 2. إذن هذا هو قانون التجاذب الكوني. طيب، ننتقل إلى تجربة أخرى، دائما في محور التأثيرات البينية، وسندرس الآن يعني العلاقة بين الكتلة والوزن أو الفرق بين هذين المقدارين الكتلة والوزن. طيب، إذن كما تلاحظون هنا،
لدينا ثلاث كتل مختلفة. الكتلة الأولى يعني الجسم الأول ذو كتلة 1 كيلوغرام، الثاني 2 كيلوغرام، والثالث 4 كيلوغرام. ولدينا أيضا ديناموميتر، هو جهاز لقياس شدة القوة. وبالنسبة لجي، شدة مجال الثقالة على سطح الأرض، جي نأخذها تساوي 9.8 أو تقريبا 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا الآن من هذه التجربة، أولا أهداف هذه التجربة هو التمييز بين وزن جسم وكتلته، والعلاقة التي تربط بين وزن الجسم وكتلته. من أجل التوصل إلى هذه العلاقة، نقوم بخط المنحنى الذي يمثل تغيرات وزن الجسم بدلالة الكتلة. إذا أقوم في كل مرة بتغيير الكتلة، ونقوم بقياس شدة وزن الجسم بواسطة الدينامومتر، أو بالعلاقة سنتوصل للعلاقة انطلاقا من هذا المبيان. إذا مثلا بالنسبة لواحد كيلوغرام، كما تلاحظون هنا هذا الدينامومتر يشير إلى القيمة 9.8 نيوتن بالنسبة لواحد كيلوغرام، بي أي وزن الجسم يساوي 9.8. نغير الآن الكتلة. بالنسبة لاثنان كيلوغرام، نقوم بقراءة قيمة وزن الجسم. يجب أن تكون القراءة يعني العين تكون أفقية على القيمة كي نقوم بقراءة جيدة للقيمة. هنا تساوي 19.6 نيوتن. اثنان كتعطينا 19.6، ونقوم بوضع نقطتين هنا. بالنسبة لكتلة 4 كيلوغرام، فقيمة وزن الجسم يشير الدينامومتر إلى 39.2 نيوتن. 4 9.32، نقوم بوضع نقطة تقاطع يعني الإحداثيتين. وبجمعنا للنقط الثلاث نحصل على مستقيم يمر من أصل المعلم، أي دالة خطية، إن فونكسيون لينيير. إذن هنا تغيرات وزن الجسم بدلالة الكتلة عبارة عن دالة خطية، أي مستقيم يمر من أصل المعلم. والمعادلة الرياضية لهذه الدالة الخطية أو هذا المستقيم هو y يساوي f و x. هنا y يمثل وزن الجسم أي القوة P، شدة القوة P تساوي a هي الميل أو المعامل الموجي لهذا المستقيم، مضروبة في x، x هي m. إذا P تساوي f و m. بحسابنا للميل A أو المعامل الموجي هذه الثابتة، إذا بالنسبة ل A تساوي فرق قيمتي محور الأراتيب مقسومة على فرق قيمتي محور الأفاصيل. إذا نأخذ مثلا هنا 9.8 ناقص 0 مقسومة على، بالنسبة ل 9.8 تشير إلى 1، 1 ناقص 0. إذا 9.8 قسمة 1 يساوي 9.8، وهذه القيمة تذكرنا بشدة مجال الثقل الجي، لأننا نعرف جميعا بأن قيمة شدة مجال الثقل الجي على سطح الأرض تساوي 9.8. إذا عندما يكون الكتلة 1 كيلوغرام، فالوزن يساوي 9.8. إذا هنا ممكن أن نستنتج بأن العلاقة التي تربط وزن الجسم بالكتلة هي P تساوي M فوز G. P وزن الجسم بالنيوتن، شدة وزن الجسم بالنيوتن، M الكتلة بوحدة الكيلوغرام، و G شدة مجال الثقالة بوحدة نيوتن على الكيلوغرام. طيب بالنسبة للكتلة، كما قلنا سابقا في الدرس أنه مقدار فيزيائي لا يتغير. مثلا كتلة هذا الحيوان أي البقرة لا تتغير، سواء البقرة تتواجد على سطح الأرض أو تغير مكانها أي تنتقل إلى مدينة أخرى، أو نقوم برفعها على سطح الأرض، فكتلتها تبقى ثابتة. كتلة هذه الشجرة تبقى ثابتة، كتلة 4 كيلوغرام تبقى ثابتة، سواء على سطح الأرض في هذا المكان، سواء في مكان آخر، سواء على سطح القمر، فالكتلة مقدار فيزيائي لا يتغير. بينما شدة مجال الثقل الجي هو مقدار فيزيائي يتعلق بالمكان وبالارتفاع على سطح الأرض. فمثلا
قيمة جي على سطح الأرض هي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. إن قمنا بتغيير المكان أي من دولة إلى دولة أخرى فالجي تتغير. إن قمنا بتغيير الارتفاع على سطح الأرض مثلا على سطح القمر جي أيضا تتغير. إذا جي يعني جي شدة مجال التقالة تتعلق إما بالمكان أو الارتفاع على سطح الأرض. طيب فمثلا على سطح الأرض كما تلاحظون هنا على سطح الأرض فالجي إن قمنا بحساب الجي إذا بي يساوي إن فوا جي انطلاقا من التجربة السابقة بي يساوي إن فوا جي. إن قمنا بحساب جي الذي يمثل إما الميل أو المعامل الموجي بالنسبة لهذا المستقيم سنجد 9.8 ناقص 0 مقسومة على 1 ناقص 0 هي 9.8 على 1 تعطينا 9.8 نيوتن مقسوم على الكيلوغرام. الآن إن قمنا بإنجاز نفس التجربة ولكن نغير المكان أي نغير الارتفاع لن ننجز نفس التجربة ولكن على سطح القمر كما تلاحظون هنا. بإنجازنا لنفس التجربة على سطح القمر فالكتلة كما تلاحظون الأجسام تبقى لها نفس الكتلة 1 كيلوغرام 2 كيلوغرام 4 كيلوغرام فالكتلة لا تتعلق بالارتفاع. لكن بحسابنا للجي هنا فالجي لا نجدها تساوي 9.8 مثلا. إن قمت بحساب جي مثلا نأخذ هذه النقطة أي 8 ناقص 0 مقسومة على 4 ناقص 0 8 ناقص 0 هي 8 مقسومة على 4 تساوي تقريبا 2 نيوتن على الكيلوغرام. إذن فالجي شدة مجال التقالة على سطح القمر تساوي تقريبا 2 نيوتن على الكيلوغرام بينما على سطح الأرض تساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. طيب ننتقل إلى تجربة أخرى دائما في التأثيرات البينية. إذا أركز على التجارب المهمة والتي درسناها في مستوى جدا مشترك علوم. ننتقل إلى تجربة حول السقوط الحر شيت فيرتيكال. إذا كما تلاحظون هنا نقوم بدراسة هذه الكريات بكتلة معلمة. سوف أقدم مؤشر الفقرة من أجل تسجيل هذه الحركة وأقوم بأخذ هذا السلم التالي أي يعني أقوم بتغيير عدد الصور في الثانية سواء نأخذ 3 صور خلال ثانية واحدة 6 صور خلال 4 6 إلى غير ذلك. مثلا نأخذ 6 صور أقوم بتسجيل 6 صور في ثانية واحدة يعني في ثانيتين نقوم بتسجيل 12 صورة صورة بالنسبة لمواضع هذه المجموعة المدروسة أي الكرية. طيب إذا ونقوم بإسقاط الكرية انطلاقا من ارتفاع Y يساوي تقريبا 45.3 متر على سطح الأرض. نقوم بإنزال أو إسقاط هذه الكرية انطلاقا من هذا الارتفاع كما تلاحظون هنا والكرية تأخذ مواضع رأسية مختلفة حسب المدة الزمنية. إذن هنا تغيرات الأرتوب إيغريك بدلالة الزمن. بالنسبة لمسار هذه الحركة هي حركة رأسية مستقيمية نحو الأسفل وبالتالي ممكن أن نقول أن القوة الوحيدة المسؤولة عن هذه الحركة هي وزن الجسم P. إذن الكرية عندما أنجزت حركتها فهي تخضع فقط لوزنها أي للقوة P مع إهمال جميع احتكاكات الهواء. لو اعتبرنا أن قوى احتكاكات الهواء موجودة هنا لما حصلنا على المسار المستقيم، ممكن أن نحصل على مسار منحني لأن قوى الاحتكاك ستغير مسار الكرية. فقلنا في الدروس السابقة بأن من بين المفاعل القوة إما تغيير مسار إما مفعول تحريكي أو مفعول سكوني. من بين المفاعل التحريكية تغيير مسار الكرية. إذا هنا لا توجد أي قوة احتكاك غيرت المسار. القوة الوحيدة التي حافظت على المسار الرأسي المستقيم هي وزن الجسم. إذا نقول هنا كاستنتاج بأن الجسم في سقوط حر
إذا خضع فقط لوزنه بي ولا يخضع لقوة أخرى. دائما من أجل فهم السقوط الحر ننتقل إلى تجربة أخرى أكثر دقة. السقوط الحر، إذن هنا تجربة توضح جيدا معنى السقوط الحر، إبراز ظاهرة السقوط الحر. هنا نأخذ غرفة كما تلاحظون، هنا غرفة تحتوي على هواء. من يشير إلى أن هذه الغرفة يتواجد بداخلها هواء. كما تلاحظون هنا جهاز المانومتر الذي يقوم بقياس الضغط يشير إلى واحد بار، بار هي وحدة الضغط. إذن ضغط الهواء الموجود داخل الغرفة يساوي واحد بار. الآن نقوم بإسقاط الجسمين كما تلاحظون، التفاحة والريشة. إذن نقوم بإسقاط الجسمين من نفس الموضع أو نفس الارتفاع على سطح الأرض، على سطح الغرفة، وخلال نفس المدة الزمنية. وسوف نلاحظ، نقتصر على الملاحظة، أي من الجسم الذي يصل أولا، الذي يسقط أولا بسرعة أكبر. لاحظوا معي هنا بإسقاط الجسمين، فالتفاحة تسقط قبل الريشة. إذا نقول بأن سقوط التفاحة أو حركة التفاحة أثناء سقوطها لها سرعة أكبر من سرعة الريشة. إذا هنا السؤال المطروح، هل هذا السقوط يعتبر سقوطا حرا؟ من أجل الإجابة على ذلك سوف نقوم بإنجاز نفس التجربة ولكن في الفراغ، يعني سأحاول أن أخرج الهواء الموجود في الغرفة بواسطة مضخة. سأستعين بمضخة une pompe ميكانيك pour vider la chambre. On doit vider la chambre par une pompe mécanique. Donc نضغط على الزر الذي يقوم بضخ أو إزالة الهواء من الغرفة كي نحصل على فراغ. كما تلاحظون هنا سأضغط على هذا الزر الأحمر، المضخة تشتغل وإبرة البارومتر تنقص إلى أن تصل إلى الصفر. إذن هنا ضغط الهواء الموجود في داخل الغرفة هي صفر بار، وبالتالي نقول بأن الهواء غير موجود في الغرفة. ونقوم الآن بإنجاز تجربة بنفس الطريقة وسنلاحظ ماذا سيحدث. هل التفاحة تسقط بسرعة أكبر أم الريشة، أم يكون هناك نفس السرعة؟ إذا فوالا، كما تلاحظون بأن الجسمين التفاحة والريشة سقطتا يعني بنفس السرعة بنفس المدة الزمنية، ولم يسبق جسم آخر. إذا هنا نقول فعلا بأن الجسمين خضعا لسقوط حر. إذا فالسقوط الحر الحقيقي هو سقوط يتم في الفراغ وليس في الهواء. كي نقول أن سقوط الجسم هو سقوطا حرا حقيقيا يجب أن نتوفر على فراغ، رغم أنه لا يوجد هنا فراغ 100% ولكن نسبيا نعتبره فراغا. إذا كي نقول بأن جسم خضع لسقوط حر يجب أن يخضع فقط لقوة واحدة أي وزنها بي يساوي ام فوز جي مع إهمال احتكاكات الهواء. هنا الهواء الغرفة لا تحتوي على الهواء. طيب ننتقل إلى تجربة أخرى. دائما في التأثيرات البينية، أي المحور الأول في الميكانيك. طيب سوف ندرس الآن النظام الشمسي، أي سوف نتعرف على بعض المفاهيم بالنسبة للنظام الشمسي للسيستم سولير. إذا ممكن أن أقوم بزيادة، كما تلاحظون هنا كواكب، مختلف الكواكب، زحال، المشتري، حزام النيازك، فهي كواكب تدور حول ماذا؟ حول الشمس. إذا مركز الدوران هنا أي مركز حركة هذه الكواكب هي الشمس. ممكن هنا أن أزيد في مدة الدوران، أي هنا الزمن سوف أضربه في 10 كما تلاحظون، فمدة دوران الكواكب حول الشمس يزداد. إذا دعونا نتعرف على مختلف الكواكب التي تدور حول الشمس، وسنبدأ بكوكب زحل.
إذا هذه معلومات حول هذا الكوكب، فكوكب زحال يبعد عن الشمس ب 9.54 وحدة فلكية، كتلته 95.2 كتلة أرضية، قطره يقدر ب 60268 كيلومتر. الدور هنا ماذا نقصد بالدور؟ أي المدة الزمنية التي يستغرقها هذا الكوكب كي ينجز دورة كاملة حول الشمس. هذه المدة الزمنية المستغرقة لإنجاز دورة كاملة حول الشمس تسمى بالدور. إذن هنا الدور أي المدة التي يستغرقها زحل لكي يدور دورة كاملة حول الشمس هي 29.5 سنة، 29 سنة ونصف. مدة النهار بالنسبة لهذا الكوكب هي 10.2 ساعة، وعدد الأقمار 18. طيب، بالنسبة للمشتري، ولا بالنسبة لمعلومات حول هذا الكوكب المشتري، يبعد عن الشمس ب 5.2 وحدة فلكية، كتلته 318 كتلة أرضية، قطره 1492 كيلومتر، دوره أي مدة دورانه دورة كاملة حول الشمس تقدر ب 11.9 سنة، أي يدور بسرعة أكبر مقارنة مع الكوكب زحل. مدة النهار تقدر ب 9.8 ساعة، عدد الأقمار 16 قمرا. بالنسبة لكوكب حزام نيازك، يبعد عن الشمس ب 2.5 حتى 3 وحدة فلكية، كتلته 0.0003 كتلة أرضية، فكتلته تقريبا جد صغيرة، دوره 4.5 سنة. طيب، هناك كوكب رابع سوف نتعرف عنه، ولا كوكب رابع، هذا هو مدار هذا الكوكب الرابع، أيضا يدور أو ينجز حركة دوران حول الشمس. إذا كما تلاحظون هنا ثلاث أو أربع كواكب، هذا هو الكوكب الرابع أورينوس، يبعد عن الشمس ب 19.2 وحدة فلكية، كتلته 15 كتلة أرضية، قطره 25.559 كيلومتر، دوره 84 سنة، إذا ينجز دورة كاملة حول الشمس خلال 84 سنة. مدة النهار تقدر ب 17.2 ساعة، وعدد الأقمار 15 قمرا. طيب، إذا هذا كل ما يخص درس التجاذب الكوني. طيب، فقط هنا سنضيف هنا قانون في الرياضيات يسمى بالمجموع المتجه، لأن هذا القانون نحتاجه كثيرا خلال يعني خاصة في توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى عندما نقوم برسم الخط المضلعي. طيب، هنا كما تلاحظون لعبة الرماية بالنبال، فهذه اللعبة كما تلاحظون من أجل رفع سرعة هذا السهام يجب أن نرجعه بقوة إلى الوراء، كما تلاحظون هنا نجره نحو الوراء، فهنا ثلاث قوى، تي واحد توتر الخيط رقم واحد، تي اثنان توتر الخيط رقم جوج، وإف هي القوة المطبقة من طرف اليد، القوة المطبقة من طرف اليد من أجل رمي هذا السهام. إذا نقوم بإنجاز زاوية بين القوة تي واحد وإف أو تي جوج وإف، أي زاوية مناسبة من أجل الحصول على رمية جيدة، ولا ونقوم برمي هذا السهام بسرعة قصوى. طيب، الآن سأمر إلى درس الحركة، وسنقوم بعرض بعض التجارب المهمة في هذا الدرس. سننطلق بنسبية الحركة، كما قلنا في درس الحركة بأن هذا المفهوم هو مفهوم نسبي، le mouvement est une notion relative. كيف ذلك؟ نعتبر أن المتحرك هنا هو الراكب والدراجة، ومن أجل دراسة حركة هذه المجموعة أي الشخص والدراجة سأعتمد على ثلاث مراجع أرضية. المرجع الأرضي رقم واحد أعتبره كاميرا مثبتة على عجلة الدراجة،
الخلفية. بالنسبة للمرجع رقم 2 كاميرا مثبتة على هيكل الدراجة كما تلاحظون هنا. وبالنسبة للمرجع رقم 3 سنعتبره كاميرا مثبتة على الأرض. كاميرا مثبتة على الأرض. بالنسبة لأهداف هذه التجربة وتعرف أهمية اختيار المرجع لدراسة حركة الجسم، وكذا تقديم مبدأ نسبية الحركة. طيب، إذن هنا كما تلاحظون أثناء حركة الشخص والدراجة، إذن السؤال مطروح: هل هذا الشخص في حركة بالنسبة لهاتين الكاميرتين، كاميرا مثبتة على عجلة الدراجة وكذا الكاميرا المثبتة على هيكل الدراجة؟ بطبيعة الحال فالمجموعة المدروسة أي الشخص والدراجة في توازن أو في سكون بالنسبة لهذين الجسمين المرجعيين. لماذا؟ لأن أعيد الحركة، لأن عند حركة الشخص فالمسافة بين هاتين الكاميرتين لا تتغير بالنسبة للشخص، أي الموضع لا يتغير، وبالتالي فهذا الشخص أو المجموعة المدروسة في سكون بالنسبة للمرجعين، كاميرا مثبتة على عجلة الدراجة وكاميرا مثبتة على هيكل الدراجة. لكن أعيد التجربة، الموضع أو المسافة بين هذا المرجع أو الجسم المرجعي أي كاميرا ثابتة على الأرض والمجموعة المدروسة، فالموضع يتغير، وبالتالي نقول بأن هذه المجموعة في حركة بالنسبة لهذه الكاميرا الثابتة على الأرض. من هنا ممكن أن نستنتج بأن الحركة هو مفهوم نسبي. La vitesse est une notion relative. ممكن أن نقول بأن جسم في حركة بالنسبة لجسم، ممكن اعتباره جسم مرجعي، وفي سكون بالنسبة لجسم مرجعي آخر. طيب، دائما في درس الحركة قلنا بأن لدراسة الحركة يجب اختيار جسم مرجعي، فالجسم المرجعي يمكن اعتباره معلم متعامد ممنظم ثنائي الأبعاد يحتوي على محور الأفاصيل ومحور الأراتيب. هذا الجسم المرجعي أو هذا المعلم نحتاجه لدراسة الحركة على المستوى، الحركات المستوية. ولكن لدراسة الحركة في الفضاء فنحتاج إلى معلم ثلاثي الأبعاد أو X أو Y أو Z، لأننا ندرس الحركة على ثلاث أبعاد أي في الفضاء. بالنسبة للمراجع ثلاثية الأبعاد يوجد مرجع المختبر أي مرتبط على سطح الأرض يسمى أيضا بمرجع غاليلي، هناك مرجع مركزه الأرض وهناك مرجع مركزه الشمس. طيب، دائما في درس الحركة سأعرض محاكاة حول حركة مستقيمية، حركة إزاحة مستقيمية. كما تلاحظون هذه الرافعة أثناء حركتها فهي تنجز حركة إزاحة مستقيمية. لماذا مستقيمية؟ لأن إن قمت بجمع هذه النقط سنحصل على مستقيم، وبالتالي فالمسار مستقيمي. ولماذا نقول أنها في إزاحة؟ لأن هذه الرافعات تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى أثناء حركته، فكل حركة تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى في الفضاء فيمكن اعتبارها حركة إزاحة. وكما قلت، بما أن النقط مستقيمية وبالتالي فهذه الحركة هي حركة إزاحة مستقيمية. انطلاقا من هذه الحركة ممكن أن نحسب السرعة المتوسطة. مثلا إن أردت السرعة المتوسطة من النقطة رقم 1 نقطة البداية إلى نقطة النهاية، Vm la vitesse moyenne يساوي المسافة المقطوعة من النقطة الأولى حتى النقطة الأخيرة بوحدة متر مقسوم على المدة الزمنية اللي هي 45 سكوند ناقص 5 سكوند اللي هي 40 سكوند، لأننا سنأخذ المسافة انطلاقا من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول. فالسرعة المتوسطة هي المسافة المقطعة مقسومة على المدة المستغرقة. ندرس نوع آخر من الحركة كما تلاحظون هنا، حركة إزاحة دائرية. طيب،
لماذا هنا نسميها حركة إزاحة؟ فمثلا مدورة الألعاب نأخذ المقعد، هذا المقعد بالأخضر مثلا، نعلم هذه النقطة نسميها النقطة A، وهذه النقطة في الرأس نسميها النقطة B. إذا لنأخذ المتجهة AB نحو الأعلى، المتجهة AB. إذا سنرى أثناء حركة هذه مدورة الألعاب هل المتجهة AB بالنسبة لجميع المقاعد تبقى ثابتة؟ هل تبقى يعني أفقية، عفوا عمودية موجهة نحو الأعلى من A نحو B ودائما أفقية؟ إذا لننجز الحركة، إذا كما تلاحظون أثناء حركة هذه المدورة فالمتجهة AB دائما في جميع المقاعد فتبقى عمودية موجهة نحو الأعلى. إذا هنا نقول بأن الحركة تحافظ على ماذا؟ تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى، وبالتالي يمكن اعتبارها حركة إزاحة. ولماذا نعتبرها حركة إزاحة دائرية؟ لأن المسار هنا دائري، فبالتالي طبيعة الحركة هي حركة إزاحة دائرية. طيب ننتقل الآن إلى مفهوم آخر حول سقوط حر شلجمي. هنا نعتبره سقوط حر لكن شلجمي وليس عمودي كما رأينا، ليس شاقولي كما رأينا سابقا. نخدم مؤشر الفأرة كي نقوم بتسجيل هذه الحركة. فوالا، إذا ممكن الزيادة من السرعة البطيئة، نقوم بقذف ماذا؟ قذف كرية من هذا المدفع. كما تلاحظون هناك زاوية 45 درجة بين يعني هذا المستقيم المائل والمستوى الأفقي، هذه الزاوية تسمى بزاوية القذف. ممكن أن أزيد من السرعة البطيئة لقذف الكرية كما تلاحظون هنا، نقوم بقذف الكرية فوالا كما تلاحظون بأن المسار عبارة عن شلجم، فالمسار هنا مسار شلجمي، وهنا قذفت الكرية بسرعة بدئية في زيرو تساوي 53 متر على السكوند. طيب إذا خلال هذه الحركة فقمنا بتغيير محورين، محور الأفاصيل أو إكس ومحور الأراتيب أو إيغري. إذا هذه الحركة ممكن اعتبارها حركة مستوية، أي حركة على المستوى. بالنسبة لهذه الأنواع الحركة، حركة على المستوى في مجال التقال المنتظم، ستقومون أعزائي التلاميذ بتفصيلها خلال السنة الثانية بكالوريا. هناك درس خاص بدراسة الحركة المستوية في مجال التقال المنتظم، وكذا في المجال الكهرومغناطيسي، وكذا في مجال كهروساكن بالنسبة لتخصص علوم رياضية. طيب ننتقل الآن إلى مبدأ القصور، تجربة حول مبدأ القصور. لنعتبر هذه الطائرة في حركة، أقوم ب يعني هنا هدف هذه الدراسة هو التأكيد على أن حصيلة منعدمة لمجموع متجهات القوى المطبقة على الجسم تعني لنا حركة مستقيمة منتظمة لهذا الجسم. فالمجموع المتجهي لجسم يحصل عندما يكون إما الجسم في حالة سكون أو في حالة حركة مستقيمة منتظمة. إذا في كلتا الحالتين نقول بأن مبدأ القصور تم تحقيقه، أي مجموع المتجهي للقوى الخارجية يساوي متجهة منعدمة. الآن أقوم بتمثيل قوى جميع القوى المطبقة على الطائرة. هنا أربع قوى: قوة الرفع، وزن الطائرة، قوة الدفع، وقوة السحب. هنا قوة السحب تطبق من طرف الهواء على الطائرة أي تعرقل حركة الطائرة، وقوة الدفع تطبق من طرف محرك الطائرة أيضا قوة الرفع، وبالنسبة للوزن تطبق بسبب كتلة هذه الطائرة. كما تلاحظون هنا فالطائرة مسارها مستقيم وسرعتها ثابتة. إذا هنا نقول بأن الطائرة في حركة مستقيمة منتظمة، وبالنسبة للمجموع المتجه للقوى الأربع يساوي متجهة منعدمة، أي قوة الوزن زائد قوة السحب زائد قوة الرفع زائد قوة الدفع يساوي متجهة منعدمة. طيب أمر الآن إلى محور توازن جسم صلب،
وسنبدأ بتوازن جسم صلب خاضع لقوتين كما تلاحظون هنا. فنقوم بدراسة هذه المجموعة المدروسة أي الكتلة المعلمة في توازن خاضع لقوتين، مثلا 1 كيلوغرام، وأقوم بتغيير الكتلة 2 كيلوغرام 4 كيلوغرام. طيب هنا هذه المجموعة المدروسة تخضع لقوتين، ما هي؟ وزن الجسم بي، وكذا توتر النابض أو القوة المطبقة من طرف الدينامومتر. وبتغيير الكتلة بي تتغير، لأن بي تساوي إن فوا جي. بالنسبة لجي قلت سابقا بأنها ثابتة، تساوي على سطح الأرض قيمة 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. أقوم بتغيير في التجربة الكتلة، وبالتالي بي أيضا تتغير. هنا بي تساوي إن فوا جي، مثلا 1 هي 1 كيلوغرام فوا 9.8 تساوي 9.8، هنا 2 كيلوغرام فوا 9.8، هنا 4 كيلوغرام فوا 9.8. هنا نلاحظ أن هذا الجسم في سكون وهو خاضع لقوتين بي و دي. ومن بين شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين كما تلاحظون أن للقوتين بي و دي، هنا نقطة تأثير تي توتر النابض نرمز لها ب تي أو اف، نفس الشيء. إذا للقوتين نفس خط التأثير، منحيان متعاكسان ونفس الشدة، نقول بأن بي يساوي تي. هنا بي يساوي ان فوا جي، وبالنسبه لتوتر الدينامومتر او توتر النابض توصلنا في الدرس انها تساوي ك فوا دلتا ال، ك صلابه النابض لا كونستانت دو ريدور، ودلتا ال هي اطاله النابض لا لونجمون دو غوسور. فوالا، سانتقل الان الى توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى. طيب كما تلاحظون سأقوم بتمثيل القوى الثلاث المتجهات الثلاث. هنا تي 3 القوة المطبقة من طرف هذه الكتلة المعلمة، تي 2 توتر الدينامومتر رقم 2، و تي 1 توتر الدينامومتر رقم 1. وزن جسم لا يوجد، لأن هنا الوزن مهمل، لأن هذه الحلقة المدروسة كتلتها مهملة، وبالتالي ام بي يساوي ام فوا جي، بما أن M يساوي صفر، وبالتالي P تساوي صفر. السؤال مطرح هنا، ممكن أن أزيد من قيمة الوزن، وبالتالي جميع الإحداثيات تتغير، وكذا شدات القوى T3 T1 T2. إذا ما هي الشروط التي تجمع القوى الثلاث، أي شروط توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى؟ هنا كما تلاحظون بأن القوى الثلاث متلاقية، les trois forces coplanaires, ils se copent dans un point, même point. Donc, coplanaire, plutôt concurrente, et coplanaire, donc, concurrente. ومستوائية كوبلانير تنتمي إلى نفس المستوى. وإن قمت برسم الخط المضلع للقوى الثلاث سنحصل على خط مضلع مغلق، وبالتالي المجموع المتجه للقوى الثلاث يساوي متجهة منعدمة T1 plus T2 plus T3 إيجال فيكتور نيل. طيب أنتقل الآن إلى توازن جسم صلب في دوران حول محور ثابت، وندرس مفهوم عزم قوة. إذن هنا الأهداف المسطرة هي تعريف عزم قوة، وكذا تعرف الشروط التي يكون فيها العزم منعدما. إذن خلال الدرس قلنا بأن عزم قوة هو مقدار جبري، ممكن أن يكون يأخذ قيم موجبة كما يمكن أن يأخذ قيم سالبة على حسب المنحى الموجب المختار، وكذا منحى القوة، المنحى التي تدير بها القوة هذا الجسم. إذن كما تلاحظون هنا، فإن هنا مثلا يمكن اعتبارها عزم مزدوجة قوتين، لأن نقوم بتطبيق قوتين متوازيتين لدو فورس باراليل. بالنسبة لجميع القوى التي لها المقدرة على دوران هذا الجسم القابل للدوران، فعزمها M دلتا
de la force F égale quoi? Plus ou moins imma زائد أو ناقص شدة القوة F مضروبة في المسافة D. هنا المسافة D خذوها بين مركز دوران كما تلاحظون هنا ونقطة T القوة. إذا هذه هي المسافة D بين مركز الدوران وخط T القوة. شريطة أن تكون هذه المسافة تشكل زاوية قائمة، يجب أن تشكل زاوية قائمة مع خط تأثير القوة كما لاحظنا في الدرس. طيب إذا كل هذا ما يخص يعني الأنشطة التجريبية لمحور الميكانيك للمستوى جدع مشترك العلوم. سنلتقي إن شاء الله في تقديم مقبل حول الأنشطة التجريبية حول محور الكهرباء. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وسنلتقي في تقديم مقبل